تتكون السنة من 12 شهرًا، وسنتعرف في هذا المقطع على شهور السنة الميلادية، ترتيبها وعدد أيامها. يناير هو أول شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 31 يوما. فبراير وهو ثاني شهور السنة وأقصرها، وعدد أيامه 28 أو 29 يوما. مارس وهو الشهر الثالث من شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 31 يوما. أبريل وهو رابع شهور السنة الميلادية، عدد أيامه 30 يوما. ماي وهو خامس شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 31 يوما. يونيو وهو سادس شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 30 يوما. يوليوس وهو سابع شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 31 يوما. غشت وهو ثامن شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 31 يوما. شتنبر وهو تاسع شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 30 يوما. أكتوبر وهو الشهر العاشر من شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 31 يوما. نوفمبر وهو الشهر الحادي عشر من شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 30 يوما. ديسمبر وهو الشهر الثاني عشر والأخير من شهور السنة الميلادية، وعدد أيامه 31 يوما.